مرصد الأمم المتوسط لحقوق الإنسان قال إنه حياة المعارضين في تونس إلى التحقيق وما شابه ذلك من خلال الإجراءات القانونية، يشير بشكل واضح إلى تصميم السلطات على قمع الحريات وخنق جميع مظاهر المعارضة. لكن في المقابل حقيقة صحيح هو حق، ولكن موجود حق التظاهر، ثم تعبير عن رأي، ثم إعلام محاصر مطارد كما الزيتونة، ولكن ثم تنفيسات على الأقل بين ظفرين. يقول لك ما كانش موجود قبل 10 و2000، وهاو المعارضة تتظاهر في المنيلة، كيف ترد؟ المعارضة تتظاهر في المنيهلة وحقها أن تتظاهر في كل جهات البلاد، وهذه مش مزية، هذه حق. وفي كل حالات هذا الحق أنا لا أتصور أن قيس سعيد والذين معه يعطونه اختيارا. وعلى كل حال ساعات التظاهرات كيما اللي في مدنين كانت من أنجح التظاهرات اللي تم منعها، لأنه الشعب وقتها يوري للسلطة القائمة أنه قادر أن يفتك حقه. ما تنساوش حجم القمع اللي تعرض له تحرك 14 جان في السنة الماضية، ولكنه كذلك كرس حق التوانسة. ما زال نحن إلا أنه نعطيه قيس سعيد حقنا نحن كتوانسة اللي فكيناه عنا أكثر من 10 سنين. هذا حق افتكه التوانسة بالدماء وسالت فيه دماء شهداء، ولذلك ماشي مزيه من عند هي قيس سعيد. الخلاصة يا سيد أحمد، الآن تفاعلات كبيرة في الفيسبوك، وتحية لكل المتفاعلين معنا، وتحية للأخوة الشعراء الفنيين يعني الغنائيين اللي كما سي توفيق الصغير وغيرهم اللي عندهم محاولات كما قلت جادة في اتجاه فرض الأغنية الملتزمة.